هلا حبايبي، فيديو جديد، مغامرة جديدة، ورحنا مكان وين رحنا؟ بالشتاء، تخيل رحنا نسبح بالشتاء، تخيل. لا والله سبحتوا. يا قبل لا نبدا هذا المكان اللي من المطار. المهم قبل لا نبدا هذا الفلوج، لا تنسوا حبايبنا انكم تشتركون بالقناة وتضغطون لايك وشير هذا الفيديو بين احبابكم. تعالوا خلينا نوريكم هذا المكان. ليش ما اخذتوني وياكم؟ الروعة، مو انت اللي سقت السيارة. يلا لا نتأخر على متابعينا، تعالوا معنا خلينا نشوف هذا المكان الجميل. ومكان جديد بميشيغان، واول شيء خلي يسلم عليكم. هلاو. قاعد يجيب ايلان، طبعا الشتاء احنا والدنيا بارده، وجايين وين؟ جايين شو نسوي؟ على السويمينج بول. يس، جايين نسبح حبايبنا. فيديو كلش ممتع اليوم، بس قبل لا نبدا هذا الفلوج لا تنسوا انكم تشتركون بالقناه وتشاركون هذا الفيديو بين حسابكم، ونسوي وتسوون لايك. ويلا خلينا نشوف شنو راح نسوي اليوم. وهاي وصلنا، اوكي، وهذا هو المكان قدام. اولاد متحمسين؟ طبعا متحمسين. ايان ويزن من امس ومحضرين غرابهم علشان يسبحون اليوم. يلا طبعا اذا حابين تجون حق هذا المكان اتصلوا بيهم قبل لا تجون عشان تشوفونهم مفتوحين او لا. بس انتبهوا، بين الساعة 11 للوحدة سباحة فقط للكبار، سو من 8 لل 11 الصبح الصغار عادي، صغار وكبار، ومن الساعة 1 للساعة 5 صغار وكبار. احنا الساعة 2 هسه يجينا. وهي الدخلة، دخلنا هنا راح ناخذ التيكتات. طبعا هو المكان بي جيم وبي مسبح، مسابح. صحنا ناطرين دورنا، وهنا إيلان يتوقع قاعد من النوم يقول أنا وين اليوم جايبيني؟ اليوم وعد هادي، شنو السالفة؟ ها؟ قاعد نصور الفلوج احكي وياهم؟ هذا اللي طلع وياك؟ اوكي. أنا راح أخلي وعد هنا، راح أروح شوية هنا عشان بس أصور لكم هنا شنو أكو. شكلي ما اقدر ادخل الا لما يكون عندي تيكت، بس anyway شوفوا هذا المكان هنا. سو حبايبي، اللي يريد يسبح $12 على الشخص. بما اني انا ما راح اسبح، فما يعني ما اخذوا تشارج علي انا. وعد ما اعرف راح يسبح ولا يسبح. سو هاي خلصنا، وهسه احنا اجينا، وهاي وصلنا حبايب. طبعا ما اعرف اذا سمعوا صوتي ولا لا، عندهم 3 مسابح. هذا مسبح العائله، وعندهم مسبح للنساء، وعندهم مسبح للرجال. هسه دور يزن راح يصعد فوق، وراح هنا. Here we go. يلا إيلاني لبس، طبعا هذا شو الشورت أرسلان. لا شوفوا شنو لبسنا إيلان. بعده هو قال عن شنو لابس، وين واقف. شوف شلون صفنا، شوف صفنا، شوف صفنا. مرحبا مرحبا مرحبا، وين كنت؟ ها أغادي. يا سلام. بالغلط، لازم هاي ورا بهذا الشكل، هسه لبسها صح. طبعا الان إيلان خطيه مستغرب، ما اعرف لان الشمس قدامنا فقاعد يطلع الدنيا مو واضح. فهسه قاعد يسبحون، سوي لهم تشالنج منو يسبح للنهاية أول، يوصل ويرجع بين يزن وبين أيان. حركات.
ثلاث حركات يزن. أوريكم هنا، هاي مثل الغرفة تسوون بها عيد ميلاد، حفلات، شوفونا يعني عيد ميلاد ناس هنا يعني تحجزونها، أوكي، وبنفس الوقت هم يستانسون الأولاد هنا برا. سو مكان كلش حلو إذا حابين شيء مختلف. شوفونا على اليمين إيلان وعلى اليسار أرسلان، وأخيرا نشجع أرسلان. هاي انا مسويه زوم، هاي بس ارجع الزوم عشان تشوفون المكان جد حلو. Here we go. من حبايبي هاي اللي كانوا مسوين هنا الحفلة عيد ميلادهم، طلعوا وخلصوا، بس حبيت أوريكم القاعة. تشوفون هاي القاعة شلون هيك كبيرة، وبنفس الوقت هنا برا عندنا السويمينج بول للأولاد. هنا جبت إيلان لأنه خلص تعب وأريد أغير له وألبسه هدومه. شوفنا حبايبي أكو جيم، هنا أنا أكو باسكت بول، هنا أكو مكان يقعدون بيه، واكو بعد ما صورت لكم هناك بس اذا رحت رجعت حضانة للاطفال، او يعني مكان يحطون اطفال بس مسكر. هنا دخلت اعتقد، ايوه مكان شلون مسوين هم قاعة مال عيد ميلاد ناس عندهم. شوفوا هم عندهم قاعة ثانية هنا كبيرة كلش حلوة. وهنا انا معاي منو؟ ايلان. ايلان نعسان بس مو عارف شلون ينام. شوف شنو هاي؟ وهاي خلصنا والاولاد راح يلبسون ملابسهم. اجوا هنا الاولاد يشترون من الفندنج ماشين. هاي خلصنا طالعين، شلونك؟ شلون الاجواء اليوم؟ طبعا هذا المكان يخطط كلش حلو، ما كنت متوقع موجود بميشيغان هيك مكان حلو. طبعا شلون عرفنا هذا المكان؟ من صفحة ميشيغان. يس، صفحة ميشيغان امريكا. صفحة ميشيغان لازم تتابعوا حبايبي على الفيسبوك. يلا ليتس جو، باي باي. لا تنسون تتابعونا على الانستغرام، على التيك توك، وتروحون على الزيت مالتنا تشوفون المنتج مال زوزو الفظيع الرهيب. شكرا. زين احكي لهم عنه، شنو هو هذا؟ يس، منتجنا زيت برومي روز اللي هو المنتج الاول اللي سويناه ما شاء الله تبارك الرحمن، من زيوت طبيعيه. المبيعات ما شاء الله، الناس قاعد يشوف صور قبل وبعد موجوده، كلها موجوده بالويب سايت، روحوا شوفوا. يغذي الشعر، يحفز على نمو الشعر، ويطول الشعر، واهم شيء يقلل من تساقط الشعر بنسبه كبيره. يلا حبايبي اشوفكم على خير، باي باي. Thank you.